تعالوا نشوف الفيديوهات الحصرية لينا هنا في برنامج الأشبال، لاعبي منتخب مصر عربي بدر وأحمد عيد ومحمود صابر وإبراهيم عادل وعبد الرحمن عشري ورسائلهم المهمة، وبعدها نروح لفاصل. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. يا جماعة احنا منتخب مصر، احنا قاعدين، احنا كل اللعيبة، احنا 14 لعيب سليم تمام، وفي 2 لعيبة ما كملوش القائمة، فياريت مصر تجيبهم ونبقى 16 لعيبة نكمل البطولة. لو سمحتوا لو سمحتوا عايزين ناس تقف في ظهرنا، احنا مش هينفع 3 سنين من عمرنا تضيع كده، احنا تعبنا 3 سنين، تعبنا 3 سنين لازم نكمل اللي احنا فيه. يا جماعة لو سمحتوا احنا مش هنرجع، احنا بقالنا 3 سنين متجمعين وبنتعب وبنحاول ومش هينفع. عشان ايه؟ كل ده عشان ايه؟ احنا ذنبنا؟ احنا اللي قصدنا اللي يجي لنا كورونا؟ فلو سمحتوا يا جماعة ساعدونا بعد اذنكم، واحنا هنكمل ان شاء الله وناقص 3 ماتشات وان شاء الله هنصعد باذن الله. بعد اذنكم حاولوا تساعدونا، ده جيل كامل مش فرقة 25 لاعب وهيخلصوا وهينتهوا، ده جيل كامل هيفضل قاعد 3 سنين وهيعلم بالناس اللي بتلعب. يا جماعة احنا مش راجعين، احنا تعبنا 3 سنين، 3 سنين كملين تعبنا، احنا مش راجعين، يبعتوا لنا 2 عشان نكمل، عشان نكسب الثلاث ماتشات ونصعد. يا جماعة الناس اللي منزلها قرار اللي احنا ننزل، احنا مش هننزل مصر، احنا عايزين نكمل، احنا 14 لعيب دلوقتي ولسه عاملين مسحة تانية، وان شاء الله الناس هتطلع سلبية ما عندهاش حاجة، واحنا مش هنرجع مصر، وفي 2 في مصر لازم تجيبوهم لنا عشان نكمل البطولة، لسه ناقص 3 ماتشات وان شاء الله هنرجع بالبطولة.